دكتور عبد الله، مع نهاية هذا الأسبوع بنكون مع السوق خسرنا قرابة 3% لمؤشر التاسي، يعني ما هو تعليقك على هذه المستويات التي وصلنا إليها 9400 نقطة؟ هل سيستكمل الصعود وهل استطاع المؤشر فعلا أن يستوعب موضوع تراجع أسعار النفط؟ مساء الخير أخت ميسا، ومساء الخير المشاهدين والمشاهدات الكرام. أنا أعتقد أنه نقطة جيدة أن نبدأ فيها، وخاصة في ضوء الحقيقة بعض المؤشرات، من أهم المؤشرات طبعا الناحية النفسية، واللي وجدنا انعكاس أنه في الثلاث الأيام أو في الثلاث الجلسات المتتالية كان الإقفال إيجابي، بالرغم طبعا أنه إقفال ضعيف يعني، لكن هذا طبعا نوع إيجابي حتى يدعم الرأي اللي تقول عليه. احنا قفلنا الحقيقة على 9400، واعتقد هذه نقطة جيدة مقارنة انه في 2013 كان الاقفال 8340، يعني لازال المؤشر الى الوقت الحاضر يحقق 9% في خلال السنة. هو للأسف المؤشر افتقد نقاط كثيرة، لانه على نقطة وصل اليها كانت 11150، وهذا في الواقع يعني ان المؤشر افتقد حوالي 20% او 17%. نعم، اعتقد انه المؤشر لا زال في حاله تذبذب، في حاله ضبابيه. كما تكرمتي، قد يكون الان بعض المؤشرات الجيده كالتوزيعات، قوه بعض الشركات، لكن الاساسيات اللي اثرت على المؤشر لا زالت موجوده، سواء سعر البترول، سواء المشاكل اللي حصلت في بعض الشركات. فأعتقد أنه نوع من الضبابية لا زالت تحوم حول مؤشر السوق السعودي. طيب خلينا مبدئيا نتحدث عن بعض التوزيعات التي ذكرتها. احنا تابعنا توزيعات الاتصالات السعودية، وايضا اليوم بوان عم بتوزع 50 هللة للسهم، ما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم. رأيك مبدئيا بتوزيعات الاتصالات السعودية دكتورة عبد الله، والى اي مدى هذه التوزيعات يعني ستكون محفزة يمكن خلال يعني ما تبقى من شهر لنهاية عام 2014 بالنسبة للمستثمرين للدخول للسوق وعلى الاسهم اللي عم تعطي توزيعات مجزية؟ والله شوف، التوزيعات هي كمؤشر عام جيد في الأسواق، وخاصة في الأسواق الناشئة، لأن المتداولين في السوق ممكن أن نقسمهم إلى أكثر من شرائح. من ضمن هذه الشرائح شريحة تحبذ عملية العوائد على استثماراتها في سوق الأسهم، وخاصة عندما تقارنها الحقيقة بالوضع الحالي للمنتجات المالية أو لما يؤخذ من البنوك أو حتى لبعض المجالات الأخرى اللي توجد فيها مخاطرة. نعم، الاتصالات السعودية أو أي شركة توزع بهذا الحجم، أنا أعتقد كمان ينظر إليها أنها تعطي دافع جيد لسهم الشركة، لأنه اللي بيستثمر في هذا السهم يكون لديه عدة خيارات. خيار أول حاجة النمو، إذا هناك نمو في السعري، أو أقل شيء هناك توزيعات تحفظ له عملية عدم تعرضه لأي خسائر، أو لا تعرض لأي خسائر لا سمح الله، تسوي له عملية تعديل للسعر. نعم، اليوم عم نتابع سهم معادن اللي بدأ عملية الاكتتاب في حقوق الأولوية، اليوم السهم متراجع دكتور عبد الله بحدود 1.14 النقطة المئوية، كيف ترى المستويات السعرية لمعادن بعد هذه الاكتتابات؟ 32.70 حاليا يقف عندها. ميسا، انا اعتقد شوف، يجب ان ننظر الى 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 سهم معادن. اول حاجه هو توزع الى فترتين الان للاكتتاب. نعم، كما تعرفين ان حقوق الملكيه، وهذا منتج جديد في السوق السعودي، طبعا طبق من فتره سابقه اعتقد في شركه اخرى لا اتذكر اسمها. فهنا في خلال فتره حقوق تداول الملكيه تجعل من السعر يحصل له نوع من التذبذب مره اخرى. بالامس خلينا ناخذ مثال بسيط، بالامس وصل اعتقد حقوق الملكيه الى 10 ريال وشويه. صحيح. اللي بيشتري ب 10 ريال وبعد كذا حيضطر لدفع 23 ريال للاكتتاب، معناه انه دفع 33 ريال، نعم. وسيحصل بعد كذا عند زياده راس مال اعاده عمليه التسعير. فإذا الآن السعر معادن لا أعتقد أنه يتعدى هذا السعر، لأنه قريب هو حتكون المحصلة النهائية باستخدام حقوق الأولية، ولا حتكون بين 30 و 28 ريال.
دكتور عبد الله باشن رئيس مجلس إدارة شركة تيم ون للاستشارات، كنت معي من الرياض، شكرا جزيلا لك.